الحمد لله، انا وفقني ربي وحققت هذه الميداليه واعطاني القوه، راضين بها وان شاء الله الشعب الجزائري يكون فرحان. والانجاز هذا فقط تاع ميداليتين، تاع الميداليتين هذا ما حققتهم الان، يحق الشعب الجزائري كله يفرح، كل المسلمين، كل العرب، الا المسؤولين عن الرياضه في الدوله الجزائريه، لانهم خيبوا ظن الشعب الجزائري، خيبوا ظن الحكومه الجزائريه، لانه كما قلت قدموا لهم مسؤوليه وما قاموش بالواجب، تلاعبوا، خرقوا العراقيل، كانهم قاعدين يلعبوا مع، قاعدين كيف نقول احنا، ماهمش قاعدين يعني المبتغى تاعهم ماهمش حابين يطوروا الرياضه الجزائريه ولا يصنعوا انجازات ولا ينوضوا بالرياضه الجزائريه. من يعني تحضيراتك، يعني كيف كانت تحضيراتك لهذه الدوره، يعني من منذ البدايه، يعني من 2012 حتى 2016 ولا يعني ولا سمانتين ما قبل ولا يعني هذه الامور يعني اللي حبينا نعرفوها احنا من عندك. واش راح نقول لك، كاين امور كثيره، التحضيرات كانت مذبذبه نوعا ما، مذبذبه كثير من 2012 من جهتي انا ومن جهه المسؤولين على الرياضه في الجزائر. تكلم بصفة عامة من في المينيستير ولا من المينيستير حتى الفيدرالية، انت يعني تجمل اللجنة الأولمبية، تجمل الفيدرالية على عبر القوى، كل واحد يعني اللي ما قامش بالواجب تاعو نخص الكلام تاعي نوجهه له. ربما بعد اسمح لي، بعد شال في حيز المركز الرابع مؤخرا، ربما البعض ما عطاش القيمة اللازمة لتوفيق اللي هو البطل اللي شارك في الجزائر في 2012، وبعدها الأمور في الجزائر تراجعت نوعا ما، ماشي كما كانوا دائما في الأول، يعني ربما البعض شكك في تدعيم مخلوفي أيضا. لا هذاك لا، كيما نقولوا احنا هذوما الناس اللي ما يعرفوش سبور، فهمت كيفاه؟ الناس ما يعرفوش سبور، الناس اللي يغلطوا، اللي كيما نقولوا احنا عندهم كيما نقولوا احنا يهضروا مليح، الهضره عندهم، فهمت كيفاه؟ كذلك الصحافة نورمالمون هي اللي تقوم بالواجب، وكما احنا تتحرى في الامور، تحق مع الرياضي وتحق مع الناس هذوما اللي يتكلموا. سما دي ثانا عندها كيما نقول احنا عندها دور. تخصيت يعني العديد من الهيئات، يعني من الوزاره، كان يعني هناك يعني شخص يعني الوزير وبيرف، يعني حسب تصريحاتك الاخيره يعني قالوا بلي ماهمش معنيين. يعني انا اسمعني فاهمك حاجه، ما نشوف اي واحد زعزعات والهضره تاعي نقصده هو بعد برك، اي واحد اي مسؤول في الرياضه الجزائري يحس ان الهضره تاعي اللي هضرتها قاسته شويه عليه، انا كي هضرت انا ماشي قصدي عليا انا، وانا الحمد لله انا طريقي لقيتها، انا طريقي لقيتها، فهمت؟ انا بيع الرياضيين الاخرين، الناس اللي صاعده، بيع على الجزائر، بيع على الناس اللي قادره تمثل الجزائر، قادرين لي سبورتيف اللي راهو معانا، يعني اللي نوجه لهم تحيه كبيره ونتحي لهم ونقول لهم يعطيكم الصحه، ديجا كي وصلتوا هنا يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، فهمت كيفاه؟ قلت لك انا كي نهضر هضره كيما هذه، انا ماشي بيا روحي ولا، فهمت؟ انا بيا ماذا بيا العلم تاع الجزائر، مش غير في الالعاب القوى، ومشي غير ميداليه واحده، وما من بشي هذا، ما من بشي هذا، لكن نقول مسؤولين عارف شنو هذا، فهمت كيفاه؟ مسؤول يحصل الهضره تاعي، مسؤول في الرياضه اللي يحصل الهضره تاعي زعزعاته وحصل الهضره تاعي قاساته، راني عليه. شكرا. في الجزائر كاين هما اعداء، الناس يقولوا لهم اعداء النجاح، اعداء النجاح هما في الرياضه بعد، في الرياضه بعد، ويعرف الرياضه. انت عمرك 24 سنه ولا، انا واحد من الناس مرت ربحت لي جوز اولمبيك، مرت عام من بعد عاودت تروبرونيت، كي ريبرونيت باطيت الركور تاعي في المي 5، باطيت الركور تاعي في الويسون، يعني اذا حققت ارقام. كاين بعض الناس كيما نقول احنا يحبوا يغطوا شي، يغطيو شي هذاك شغل ما درنا والو، الحمد لله واحد على باله بروحه واش يسوى، على باله بشكون، على باله بشكون كيما نقول احنا، شكون هو وين راه رايح، فهمت كيفاه؟ قلت لك 28 سنه، انا عمري 28 سنه، ان شاء الله مازال الخير، ان شاء الله كاريرا تاعي هي قضيه المحرك كامل هو الراس، فهمت؟ كي تكون نفسيه مرتاحه وتكون عندك لونفي باش تخدم وعندك الاراده، حاجه ما كانش حاجه اسمها مستحيل، ما كانش حاجه اسمها مستحيل. عطوني دو ستاج العام هذا، احتجتهم باش ينادوا لي هذه باش يسجلوني، خاطر لجنه اولمبيه عالميه لازم تتصل بلجنه اولمبيه، سينو ما سينو انا حسيتهم عرقلوني اكثر من ساعدوني. مانيش حاب نذكر الاسماء لانه يجي الوقت ونذكرهم، فهمت كيف؟ يجي الوقت ونذكرهم.
أنا الواحد كما يقولوا الواحد كما يقولوا لوبجيكتيف تاعي انا لو كنت انا كون لوبجيكتيف تاعي حاب الماركي تاريخ ما عنديش حاجه اخرى فهمت كيف لوبجيكتيف تاعي حاب الماركي تاريخ حاب نبدل العقليه شوي العقليه دي تاع التفكير هذا اللي يفكروا بها حاب نبدلها شوي فهمت كيف انا ماذا بي نكونوا صح بعثه جزائريه هنا بايكيبمون براحتك كيف مو تاع الجزائر اعطيني التريكو لي كيف مو تاع الجزائر ها اسكو تقدر تشوف باللي هنا كالعلم تاع الجزائري انا طلعت بالمنصه بهذا اسكو تشوف كاين علم تاع الجزائر اسكو عنوان جزائري كعلم صغير في الناحيه ورا هنا تاع داروا لصقوه كان هذا انا واش يمدوا لي ميدالي ينظروا لها ما كان نقول لهم كنا نضرب ظهري صحيح فهمت كيف هذا واحد ما مثال بسيط من الامور الصغيره بخصوص تصريحات مخلوفي الاخيره فقد اعتبرها وزير الشباب والرياضه الهادي ولد علي حريه شخصيه مؤكدا على ان ما يهمه هو النتائج التي حققها هذا البطل الاولمبي Les gens qui parlent, ils sont libres, je les respecte. Ok, pas de souci. Je vous dis que, me concernant, le plus important, c'est le résultat que Mkhloufi a obtenu. إذن وكما قلت كان العدا توفيق مخلوفي أكبر الغائبين عن سفرية البعثة الجزائرية بعدما قرر المقاطعة على خلفية القبضة الحديدية بينه وبين مسؤولي الرياضة في الجزائر حيث فجر ابن مدينة سوقاس فضيحة بريو دي جانيرو رافضا حتى منحة اللجنة الأولمبية أكثر تفاصيل في هذا التقرير كما كان متوقعا قاطع البطل الأولمبي توفيق مخلوفي سفرية البعثة الجزائرية العائدة إلى أرض الوطن بعد مشاركة مخيبة في أولمبياد ريو دي جانيرو مخلوفي وبعد قبضته الحديدية مع مسؤولي الرياضة قرر شد الرحال مباشرة من البرازيل إلى فرنسا وتحديدا إلى باريس لخوض غمار الدورة الماسية قاطعا الطريق أمام من كان يريد الاختباء وراء إنجازه كما صرح به سابقا وهو الذي حفظ ماء الوجه الرياضة الجزائرية بفضل فضيتي 800 متر و 1500 متر ولا على تركي كنت حبيت تبدل جميع اونس حبيت تبدل كومبلي هيك شو والله ايه مشي ساعات باسي باسي لازم واحد يصبر قلت هانتا دور الصبر وش تقول لي جان نيجيريان اللي يقراو فيك وش تقول رسالة من القلب كاع الشباب المحروم وكاع لي جان اللي حابين يلحقوا ما قدروا وش تقول لهم كاع الشباب اللي قاسي اللي ما لقاش شكون يوقف معاه اللي ما لقاش شكون يموتيفي كاين دي جان اللي تقدر وحديهم ماشي ساهل والله انا في الجزائر والله ما يسهل والله ما يسهل شو لازم تعيش بعقلية مجادي لازم تعيش بعقلية مجادي أبي وما ما تنجح ما تشحد القطابي طبي أحمر مفرش اسمع
ما تحاتي لي طبي احمد الطرف شو كان انا سكول تشوفك شو نسال خاصة من الرياضة احنا اللي مالشي ذا العب القوة انا ما بدك شوية صوبي يعني زادة تقريبا ساكن يتعب ويتعب يتعب يتعب صح ما يشوف والو ما يشوف والو ما يشوف والو هذي تقدر تقول توفيق قصصنا محبين انا عارفه يمكن الحرقة هذه اللي راهي في قلبك اسكن جهة معينة اسكن جهة معينة شغل حسيت باللي حقراتك حسيت باللي ما عطتلكش حقك ما وقفتش معاك خلاتك وحدك خاص ولا منين اكزاكتلي كاين امور بالك ما تخدمش لهم من فضلك كاين امور بالك الفكري تقدر عليك بالك ساعة تقدر عليك هاي صح في الظروف صعبة لك انا شوف انا من لهم هم من لهم حتى واحد الحمد لله بالك كما قلت الناس هذه اللي وقفت كيفاش قالوا وقفوا ضدي زير علاش حبيت تصور ماشي ما تخرجش ما تقدر ما تخرجش تقول حبي كسرني بصح كل واحد يشوف الانتيريس نتاعو فاهم هيك شو لك في الطريق ولا فاهم ماشي ماشي ما بالك في الطريق بالك ما شفنا ماشي بالعاني فاهم وانت تحوس فكرت فيهم الناس هادو في غير لي بونكول تسمى ما العكس شوف الدنيا هذيك شلون ما تغرسي كون يحبوك الاسلام بالك شغل بالك كام ديما تسحق الناس هذو اللي يجوا يفوا لك فطري تسحقهم فاهم شلون انت لازم كيفاش عندك شخصية قوية ديما تستعملهم في كوتي بوزيتيف كي تستعملهم في كوتي بوزيتيف يفيدوك سما يفيدوك يفيدوك في حياتك يفيدوك في الكاريير تاعك ما ديما تلقاش ماشي حتلقى الناس كامل معاك انت ماشي حتلقى الناس كامل معاك توفق فهمنا من الكلام تاعك باللي انت انسان مديا انت تدخل تصلي تدعي يا ربي ما نكذبش عليك كن نصلي ندعي ربي سبحانه